جماعة ازيكم؟ كريم أشرف جو برو، يلا بينا. لكل الناس اللي بتحب المغامرات والادفنشر والرحلات، جو برو النهاردة نزلت منتجين جداد. نزلت الجو برو هيرو 6 ونزلت الفيوجن. احنا مش هنتكلم على الفيوجن النهاردة، احنا جايين نتكلم على الهيرو 6. الهيرو 6 هي التطور الطبيعي للهيرو 5. كان من فترة كبيرة كده حصل تسريب لصورة المنتج الجديد الهيرو 6 واتسرب صورتها في العلبة بتاعتها، فكانت مسألة وقت عبال لما الناس تشوف البريزنتيشن بتاع المنتج الجديد. طيب نخش في الموضوع على طول، احنا عايزين نعرف ايه الفروقات او ايه الجديد في الهيرو 6 يختلف عن الهيرو 5. مبدئيا كده الهيرو 6 هي نفس البادي ونفس الشكل بتاع الهيرو 5، مفهوش اي اختلاف. اي حد معاه الهيرو 5 او يشوف شكلها، المنتج الجديد عنده نفس الشكل بالظبط، فمفهوش اي اختلاف من بره. لكن في اختلافات كتيره بقى جوه الكاميرا نفسها. مبدئيا كده الكاميرا بتكلف $500، انما الهيرو 5 بتكلف $400، ففي فرق 100 ما بين الكاميرتين. تاني حاجه هنتكلم عليها هي الاستابلايزيشن. الموضوع ده اتحسن كتير جدا عن الهيرو 5. البرفورمانس زاد من الفيديوهات اللي احنا شفناها، اللي هم طبعا حاطينها اكيد هي هتبقى كويسه، بس يعني من الفيديوهات باين قوي ان الموضوع خد خطوه لقدام. بس خلينا نكون عارفين ان ده مش اوبتيكال ستابلايزيشن، لا ده ديجيتال. اللي بيحصل ان الكاميرا بتبروسس الفيديو بتاعك فريم باي فريم، تمام، وبتثبته، بتكروب شويه من الحروف عشان الريزلت بتاعته يكون مظبوط من غير اي شيكي او اي هزات او حاجه، وده بيحصل اوتوماتيك من الكاميرا اصلا على طول. تالت حاجه وده المهم دلوقتي، الفريم بير سكند. الكاميرا دي يا جماعه بتصور 4K على 60 فريم بير سكند، بتصور 2.7K على 120 فريم بير سكند، بتصور 1080p او الفول اتش دي على 240 فريم بير سكند. It is awesome! نطه كبيره جدا عن الهيرو 5. نتكلم في ده ولا حاجه، الهيرو 5 كانت بتصور ال 4K بتاعها على 30، وال 1080 بتصوره على 120، ف الديفرنس ده كبير جدا، والفرق دوت مهم جدا لكل الناس اللي عايزه تصور سلو موشن على ال 1080. انت معاك 240 هتطلع لك سلو موشن خيالي خيالي، لان ال 120 اصلا كانت بتطلع نتيجه محترمه جدا ونتيجه مرضيه لمصورين كتير. بالك انت 240 فريم بير سكند، انت تقدر تطلع بيهم فوتج سلو موشن سلس جدا وشكله تحفه. الكاميرا اتحسنت في الديناميك رينج، هما بيكليم او بيقولوا ان الكاميرا احسن في الديناميك رينج عن الهيرو 5. واللي مش عارف يعني ايه ديناميك رينج، ديناميك رينج يعني قدره الكاميرا على التعامل في الكادر اللي فيه جزء مشمس قوي والهايلايتس فيه زايده جدا، وجزء تاني فيه دل والشادوز فيه عاليه، ان هي تقدر تاكسبوز الصوره دي كويس من غير الجزء المشمس ده ما يتحرق، وفي نفس الوقت التفاصيل في الشادوز تكون موجوده. ده الدايناميك رينج، هي بتبقى ايكويشن كده او ريشيو ما بين الحاجتين. هما بيقولوا ان الهيرو 6 الدايناميك رينج بتاعها احسن كتير من الهيرو 5، وكمان بيقولوا ان اللو لايت بيرفورمانس في الهيرو 6 احسن كتير من الهيرو 5، وده حاجه نوعا ما كل كاميرات الاكشن او الاكشن كاميرز يعني بتعاني منها، ان اللو لايت بيرفورمانس مش بيبقى حلو. جو برو بتقول ان الهيرو 6 افضل كتير من ال5 وكل الكاميرات اللي قبل كده في اللو لايت بيرفورمانس. ميزه كمان هي التاتش زوم، اللي انت بلمسه واحده تقدر تزوم على الصوره بتاعتك. جو برو بتقول ان هي حسنت الواي فاي بتاعها في الكاميرا ديت 3 مرات زياده او احسن عن الهيرو 5. تقدر تكونكت للابلكيشن اللي بيكون على الموبايل بتاعك اسرع 3 مرات من الهيرو 5، ودي حاجه نوعا ما بلس لناس كتير جدا بتستخدم الابلكيشن وبتستخدم الشيرنج كابابيلتيز في الكاميرا بتاعتها. كل الاوبشنز ديت ثانكس يعتبر للجي بي 1 ديت التشيب الجديده بتاعتهم، هي كاستمايز تشيب. كل دوت الامبروفمنت والتحسن في الاداء وفي البرفورمانس وفي السيتنجز، الامكانيات دي كلها بسبب التشيب ديت، وهم شايفين ان بسبب وجود التشيب ديت نوعا ما الكومبيتيتورز وكل المنافسين مش هيقدروا يقلدوا الامكانيات ديت بسرعه، لان هم بيشتغلوا عليها بنفسهم. غير طبعا الفويس كوماند، وده موجود في الجو برو هيرو 5، ما فيهوش اي تحسن بس الاوبشن ستيل طبعا موجود. ما فيش اي هاوسنج انت محتاجه، الكاميرا لوحدها زي ما قلنا الشكل هو بتاع هيرو 5، فانت شوك بروف ووتر بروف تقريبا ل 10 متر. دي نوعا ما الاهم سبيكس فرقت عن الهيرو 5 وكانت لازم تتقال. طيب دلوقتي انت كواحد معاك هيرو 5، هل الابجريد دوت يستحق؟ هل انا يستحق ان انا اجيب الهيرو 6 لو انا معايا الهيرو 5؟ طيب ده هيرجع لحاجات كتير شويه، او هيرجع لحاجات معينه هتعتمد عليك انت. دلوقتي انت محتاج الزياده في الفريم بير سكند،
يعني انت كان عندك ال 4K في الهيرو 5 بتاعتك على 30 فريم بير سكند، هل انت محتاج ال 60؟ هل انت محتاج الزياده ديت؟ انت محتاج تعمل شويه سلو موشن بال 4K. نفس الكلام بقى في ال 1080، ال 1080 في ال 5 كان بيصور 120 فريم بير سكند، في ال 6 بيصور 240. انت الزياده دي محتاجها ولا انت ساتسفايد بالفريم بير سكند بتاعتك في الهيرو 5 والسلو موشن اللي بتعرف تطلعه من الفوتج بتاعتك؟ او حتى لو انت مش بتصور سلو موشن فانت خلاص مش محتاج حاجه زياده، فهي بتعتمد عليك. لو انت شاب عايز الزيادات في الفريم بير سكند، انت عايز تكتر السلو موشن بتاعتك، عايز تبطئه اكتر، الاكشن سينز بتاعتك، الرحلات اللي بتعملها او وات ايفر انت بتصور ايه، انت لو شايف ان هو محتاج زياده الفريم بير سكند ديت، يبقى اكيد الكاميرا ممكن تكون ورث ات، خصوصا ان الديفرنس في السعر ما هوش كبير، هو $100 بس. لكن لو انت مش محتاج الفروقات ديت، ما اعتقدش في زياده تخليني ابيع الكاميرا بتاعتي او اتليست اجيب واحده ثانيه جديده، لان الفروقات فعلا ما هيش كبيره قوي، نفس الشكل، ثلاث ارباع الامكانيات نوعا ما، الفروقات ما هيش كبيره. بمعنى صح اللو لايت بيرفورمانس هي مش حاجه مثلا بتستخدم بشكل دائم، يعني ما فيش حد بيجيب اكشن كاميرا عشان يصور بيها بالليل مثلا، او يصور بيها في وقت ان الاضاءه فيه مش كويسه. دايما رحلاتنا بتبقى الصبح، دايما التصوير بيبقى الصبح، كل الاكشن سينز اللي احنا ممكن نصورها بتبقى فتره نهار، فاللو لايت بيرفورمانس مش ده اللي بنعتمد عليه، خصوصا ان هو في الفايف اصلا ما هوش سيء او ما هوش وحش، هما بس حسنوه. النقلة ما بين الفايف والسكس هتعتمد عليك انت، لو انت عايز الاكسترا سلو موشن، لو انت عايز الاستابلايزيشن الاحسن، لو انت عايز الواي فاي التريبل اكس امبروفمنت فيه عن الهيرو 5، لو انت عايز اللو لايت بيرفورمانس، اعتقد هات السكس. بس لو الكلام ده مش فارق معاك قوي، استيك للفايف بتاعتك. خلوني اعرف رايكم في الكاميرا الجديده، وايه الحاجات اللي نزلت في الكاميرا انتوا كنتوا مستنيينها، وهل هتشتروا او هتعملوا ابجريد للناس اللي اوريدي معاها الهيرو 5 او معاها اي منتج من الجو برو، والناس اللي عايز تشتري اكشن كاميرا هل هتشتروا الكاميرا ولا لا؟ خلوني اعرف رايكم في الكاميرا عموما في الكومنتس تحت، ويا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب لو انتوا لسه ما عملتوش اوريدي، واشوفكم في الحلقه الجايه. السلام عليكم.